كيفاش انت غادي تخرج للزنقة وغتبدا في العالم ديال الإجرام والتشرد؟ مال تماك، أول مرة غناكل قرقوبي، أول مرة غنتقرقب، يا غنتقرقب على با. انت ملي دقتي ديك الحلاوه ديال الفانيد كيفاش غيبدا عندك الادمان؟ من تما كاينه، من تماك غيبدا الادمان الاخت، من تماك غيبدا الادمان. عاود لينا علاش وصلك هذا الادمان، هذا الفانيد، لاول جريمه؟ اول جريمه عندي راه قلت لك، وقول لامي وانت عارفه كدير مخدره مسكينه، راك الوالدين راه يكذبوا، واخا تكون طيح روح يقول لك ولدي ما دارش. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للملفات والقضايا الإنسانية والاجتماعية. اليوم بالجانب ديالي أخ أمين مقاس. أمين مقاس عنده قصة عامرة بالعبرة، كيف كنقولوا، اليوم جا باش يتقاسم معنا القصة ديالو بقلب مفتوح وبوجه مكشوف، من أجل عبرة وليس من أجل الفرجة. أمين مقاس عاش بزاف ديال الظروف. أمين مقاس شاذ سجين سابق، ولكن اليوم الحياة ديالو تبدلت لما أحسن، والحمد لله قدر أنه يدير عائلة ويتلاقى مع بنت الناس ويدير وليدات. ولكن إحنا غادي نرجع معاه الأول. سلام خويا أمين. سلام أختي مريم، أخت مريم. صباح. أولا غادي نسولك شحال عندك من عام؟ عندي دابا زيد ب 1984، نهار 16 شهر 8. دابا خويا امين، كيف عرفنا؟ قلتي ليا انني انا سجين سابق، دوست الحبس وعييت، ومن بعد تلاقيت مع بنت الناس ودرت حياتي ودرت وليدات. حنا بغينا نرجعوا معك للماضي، الاول شده غادي تشد، كيفاش؟ علاش؟ عاود لينا على الملابسات. واش اول واش شنو اول حدث؟ كيفاش كنتي بعدا في الاول؟ شحال كان عندك من عام؟ انا كنت باقي صغير في عمري 8 سنين، با تفارق مع امي. هذه اول حاجه كتخرج على الدراري، هذه اول حاجه كنوصلها. فرق ديال الوالدين، ضياع ديال الاولاد، هادي اول حاجه غنوصيك. الوالديه من الوالديه وزيد القدام، من الوالديه وجميع الوالدين اللي كانوا تفارقوا على وليداتهم، راكم ضيعتوا وليداتكم. الشيء غنقول لكم، وانا عاده بلا ما نقولش، انا سببي هما المشاكل العائليه اللي عشت. اول حاجه سبب مشاكل عائلية، الحمد فراق الوالدين هو اللي تسبب لي تخرج الإجرام. فراق الوالدين، كنأكد وكنزيد نأكد، فراق الوالدين. يعني عشتي حياة طفولة صعيبة وانت عندك 8 سنين، ربما الطلاق ديال والديك أثر عليك. أثر علي بزاف الأخت، أثر علي، باقي صغير وباقي مأثر لي وانا كبرت. حنا كنشوفوا اليوم الدموع دابا في عينيك، يعني انت كبرتي وباقي مأثر عليك. ملي ولات ملي عندك 8 سنين وتفارقوا والديك، اشنو صرا؟ اشنو صرا؟ خرجت للشارع، اشنو صرا؟ باين اشنو صرا؟ خرجت للشارع.
علاش ما احتضن الام ديالك ما احتضناتكش ولا الاب ديالك ما احتضنكش؟ با ديما مفارق عمي، هما مخاصمين، هما مصالحين، هما مخاصمين، راه الناس كلها كتعرف القصه ديال امين ماكاس، الناس العالم كامل كيعرفها، والساكنه بالضبط عارف القصه ديال امين كي كان وكي ولا. عاود لينا ملي كنتي 8 سنين وتفارقوا والديك، خرجتي للزنقه. 8 سنين تفارقوا والديا، مشيت سيدي انا، خلا با قال لك امك سامحت بك عندك 8 سنين، سامحت فيها. مشيت سيدي واحد النهار كنت كنكذب على با، كنقول ليه راه الواليد راه دبر دور معايا، كيف كنقولوا باسلوب دور معايا، راه باغي نمشي مع الدراري صحابي، كنت كنكذب عليه. علاش فاش كنتي كتكذب عليه؟ كنكذب عليه باش نمشي نقلب على امي. حيت انا كنت كنعاقل باش كنطلق عمك، كانت كاري في درب قباص في المدينه حدا زقات الفران. فانت كنتي كتبغي الفلوس باش تاخذ فلوس المركوب وتمشي تقلب عليها. والحمد لله ومشيت وقيت واحد المراه كيقول انا عامر غليظه، مشيت عرفت طويت فيك يدي فيك يجيب فان طروا كيدي للمدينه، هادشي كنقول لك في عمري صغير 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 الحمد لله. مشيت كنقلب لقيت واحد المراه كيقول انا عامر غليظه، كانت كتبيع وتشري، والدها كان عنده فراشه، شاف ما دخل كنسول بحال شي دري تالف. دخلت انت كتبيع هذيك المراه، انا اللي عاقل هو ضرب قباص حطني الفان طروا. دخلتي للمدينه؟ دخلت للمدينه كنسول، مع دخلت مع باب مراكش. تلاقيتي مع الوالده ديالك؟ لا ما دخلت مع براش، غندور دار الكباس كتبيع ديك المراه صاحبه امي. ايه تعنقني جوج بكي، قلت لها ما قلت لها كنقلب على امي، قلت لها امك ولدي انا ما بقاش كاري، انا مشات لدرب غلف. قلت لها دابا واش ممكن انا راه باقي وديك الساعه باقي صغير، قلت لها انا ما عارفش شمرطو بس كيدي درب غلف، ومسكينه هزات بيدي شدتني وداتني بطاكسي، داتني تشدتني طاكسي احمر، قالت لي هذا ما تحطو حتى شارع الزموري، شارع الزموري في درب غلف. مشيت كنقلب غادي مع شارع الزموري، حتى كنلقى الاخ ديالي سلوى كتشبه لبا فوتو كوبي ديال با. يعني ملي طلقتي كان عندك خوتك؟ عندي اختي سلوى ديك الساعة، عندي اختي سلوى. تخيل فاش غادي انت كتشوفي لي الاخت ديالي سلوى، هادشي باش غتحس غتشوف الصورة ديال بوك في اختك، والله شاهدنا على هادشي. عندك قلت لها سلوى وهي الدور عندي، قلت لي امين تعنقني ما قلت لها جيت كنقلب على امي وكيهدب على با. قلت لي امك مشات للشمال لقيتها كاريه بيت بويا جمع الجيران. اختك كبر منك؟ اختي صغار مني، انا كبير في الدار كبير والله. مع من كانت مخلياها ماما؟ مخليها مع الجيران مسكينه، الله يكون في عونها. حتى هي كتمشي مسكينه تجيب السلعه من الشمال؟ تجيب السلعه من الشمال مسكينه وتعاود فيها البيئة. تما غتبدا العلاقة ديالك مع الأم ديالك؟ من تما غتبدا العلاقة ديالي مع الأم ديالي الحمد لله. كيفاش أنت غادي تخرج للزنقة وغتبدا في العالم ديال الإجرام والتشرد؟ من تماك أول مرة غناكل القرقوبي، أول مرة غنتقرقب، يا غنتقرقب على با. عاود لينا. وبقيت كنمشي عند امي تخافيه. عاودينا هاد المره. بقيت كنمشي، جات امي ما بلا ما نقول لك شنو دارت عليا، 8 سنين ما شافتنيش، تعنقت بوز حبيبي وهادي وليدي ولادي. بقيت كنكذب على با، كنكذب عليه كنكذب عليه. كان واحد النهار اول مره غنتقرقب غنتقرقب في درب غلف، ما كنعرفش شنو الفني شنو كيتباع ب 80 ريال 60 ريال. مشيت قلت لهم شنو اللي خلاك تمشي تشري؟ اشنو اللي خلاني نمشي نشري؟ وعيت ما نصبر 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 بانني غنبقى نخبي تخبي الواقع. جيت عند امي كريت الفانيد، جيت عند با كريت الفانيد باش تقدر تواجه الاب. حنت الا مشيت لحد وما جيت السبت غناكل العصاق، غناكل قتله مع عند با.
هذه شنو قتله ديال كان كيخاف عليك يخاف انك تمشي لشي بلاصه كان كيقتلني على العصا كان كيقتلني كان منع عليك تشوف الام منع عليا منع كليا لا ما تشوفش مهم ما عليناش كريتي ديك الفنيده وتاخذت جوج فنيدات خديت جوج فنيدات كثرت ما كان كيكثر لي الضغط كنشوف فمه في الوقت وغنبقى نشوف فمه في الوقت راه لا يمكن كيتقبلهاش العقل غنبقى نكذب ديما على با غنجي الصراحه مشيتي عندك مشيت كريت الفنيد قلت لامي اليوم غنبات معاك السبت وحد وغدا اللي بغا وقع وقع حنت الا بت في الدار غنجي غناكل قتله ديال العصا وما علينا الزيت كليت هذوك الحبات ما عقلتش على والو تلقيت راسي في عين السبع موقفه شدت لي طاكسي هي ما عارفه مسكينه والو ومسكينه رجعتها من العروبه ما كتعرف والو دابا ما شاء الله نيتها خلصتها بخير على ما خاصتها خير الحمد لله الحمد الله كينصر المظلوم على الدار كينصر الظالم على المظلوم كينصر المظلوم كينصر الظالم على المظلوم والله كينصر الظالم على المظلوم فهمتيني اخت لا والله كينصر الظالم على المظلوم بويا بغيتي تقول المظلوم كيتنصر ماشي الظالم اللي كيتنصر المظلوم اللي كيتنصر المظلوم كيتنصر قول لي خديت دوك جوج حبات وصلتي عند باباك وصلت قال لي فين كنتي قلت له نجيك من الاخر ما نكذب عليك ما والو انا كنت عند امي انا كنت عند امي قلت لي مقرقب واكل بحالك وبكل بطاله شحال كان عندك من سنه صغير اختي راه باقي صغير بزاف راه من سنين 10 سنين نقدر نقول لك واقيلا 14 عام نقدر نقول لك 13 عام انا 13 عام انا مبلي قلتي لي راني مقرقب قلت لي انا مقرقب وجيك من الاخر قلت لي شي قتلني سلخني دقدقني غطلقني ما بقيتيش غتشد انا كنت عند امي تفهم هاو تفهم تفهمني قلت علاش لي ما تقولش لي قلت لي دابا انا قلت لك تقبل الامر الواقع تقبل امر الواقع وليت سيدي مره مره كنمشي كنشوفها دقتي الحلاوه ديال الفنيد وليت اول مره كنمشي كنشوف وليت مره مره كنمشي كنشوف بالاذن ديالو هو حتى رجعتهم لبعضياتهم كانوا مفارقين حتى رجعتهم لبعضياتهم خلينا دابا من والديك انت ملي دقتي ديك الحلاوه ديال الفنيد كيفاش غيبدا عندك الادمان من تما كاينه من تماك غيبدا الادمان الاخت من تماك غيبدا الادمان عاود لينا علاش وصلك هذا الادمان هذا الفنيد لاول جريمه اول جريمه عندي راه قلت لك داك النهار جوج دراري مخاصمين في اناس ديك الساعه يلاه امي شرات الدار في اناس يلاه رجعت لبو انا اللي رديت يلاه رجعت لبو يلاه شرات الدار في اناس مسكينه المهم ما عليناش شرات الدار في اناسي اول شده عندي غادي حاشاك المهم جوج دراري صغار مضاربين غادي باغين المهم غادي طوالي حاشاك ورا واحد ورا واحد الشجرة جوج دراري صغار مضاربين ضربت هذا وضربت هذا علاش زعما بغيتي تفكهم ضرب صغير يعني جوج دراري صغار ضربت هذا وضربت هذا يعني تفارقوا ناضت لي واحد مويا الفاعلية التاركية هادي 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 بدون شعر بقات كتعايرهم مجاوشة مشيت انا انا ما عارفاش كنكون في الدرب نتيا راجله انا واقف على انا زي 35 حتى تضرب الشمال طاح فوق مني البوليس مالك هذا حقا مرتي درتي ليها فعلتي ليها تركتي ليها في الاخر شو لك يقول لك يقول لك يقول الدار لا انا شي ما كنتش عارفو انا حقا انا ما كنتش عارفو الدار وانا كنت عارف ولد الدرب وهادي وانا كنت عارف اش واقع من الاول ما غاديش ندير معاه بحال هكا انت شنو درتي لمرتو تجاوبتي انت وياها
عيرتك وسبيتيها. شكون؟ المراه ديال السيد. المراه ديال السيد شبعت لي في امي سبان عيرتها. عيرتيها عادي. المهم ملي مشيتو عند البوليس دخل في خيط ابيض، جاو داوني انا. هادي ممكنش، حنا كنعرفوا القانون فوق الجميع. يعني متاكد انت ما ضربتيها؟ ما والو، حيت تقول كنت مقرقب، ما ضربتيها، ما تعديتي عليها، ما حتى حاجه، غير الكلام لفظيا بينك وبينه. لفظيا سب وشتم. صافي، متبادل. هي عيرات سبت لي امي، انا عيرتها. ملي شدوك البوليس انا ما توقعتش هذيك رده الفعل، حيت انا ملي دخلت. ولكن ملي شدوك البوليس شنو هي التهمه اللي قالوا لك؟ التهمه اللي دار لي بانني كنتحرش بمرت اسيدي. هذه اول شد لي. انت ما كنتيش كتحرش بها؟ وراه الله فوق منا، وراه الدراري في اناسي الا كانوا كيسمعوني، راه اولاد اناسي 36 فوق صيديه والذهب، مدخل 7 رقم الدار 160. دوزتي في هذه التهمه هذه؟ دوز فيها، عطوني 6 شهور. تحكمت ب 6 شهور، حيدوا لي خرج مقاده في 60,000. علاش؟ باقي صغير، دارس معايا امي. دارس معايا امي على خطاها علي، دارس معايا، قالت لي قال الرئيس قال يا وليدي وانت كدير المخدرات؟ قلت لي كندير المخدرات، ما نكذبش عليك سعاده الرئيس، ديك الساعه باقي صغير انا. قلت لي كندير المخدرات، ما نكذبش عليك. وقول لامي وانت عارفه كدير المخدرات؟ مسكينه راك الوالدين راه يكذبوا، واخا تكون طيح روح يقول لك ولدي ما دارش. قال له انت عارفه كيدير المخدرات؟ قالت لي لا. وهذيك الساعه انا باقي كندير تكوين فابريكاسيون ميكانيك تور نور. قالت لي لا، وهذه سعاده الرئيس راك عارفه باقي صغير ديك الساعه. وجات معاك امك عيط عليها بسميتها دوات. خرجتي دوزتي 6 شهور وخرجتي. عاود لي على ديك 6 شهور اللي دوزتي، كيفاش جاك الحبس؟ اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.